غادي نقدم لك واحد الطريقه غادي تعجبك. تخيل معايا التصاور اللي عندك في التليفون تقدر تخفي منهم اللي بغيتي وما يقدر حتى شي واحد يشوفهم من غيرك. هادشي اللي غادي نكتشفوا في هاد لا فيديو وهي كتشف الطريقه. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساش تعمل لي سيف باش ترجع لي من بعد وتابع معايا الشرح. بالنسبه لطريقه اخفاء الصور والفيديوهات بدون تطبيقات اضافيه فهي موجوده على اي هاتف. في هاد لا فيديو غادي نشرح الطريقه على هاتف شاومي سامسونج واوبو. الى التليفون ديالك من نوع اخر كتبوا في التعليقات. الخطوه الاولى على هاتف شاومي كتوجه للغاليري او معرض الصور. من بعد كتوجه الالبوم وكتسحب الى الاسفل حتى كيطلب منك رمز سري كتدخله وكتعقل عليه. دابا كلشي عندك مزيان، كتوجه للصور وكتحدد الصور اللي بغيتي تخفي مثلا. من بعد كتضغط على اجوتي البوم. هنا كتختار البوم بريفي كما كتشوف معايا. اوكي كتساين بضع ثواني. الان الصور اختفوا. الا بغيتي تشوفهم كل ما عليك هو تسحب الاصبع ديالك الى الاسفل وكتدخل الرمز اللي دخلتي كتعقل عليه وغادي تلقى الصور ديالك بريفي حتى واحد ما يشوفهم. بالنسبه للطريقه على اجهزه اوبو كل ما عليك هو توجه للغاليري او فوتو وكتختار البوم او صوره اللي بغيتي تخفي. كتضغط عليها بضغطه مطوله كتحدد الصور. من بعد بريفي كما كتشوف معايا ريغلاج. هنا غادي يطلب منك رمز للشاشه كتدخله وكتعقل عليه. ملي كتدخل الكود وكتكونفيرمي وكتعقل عليه غادي تلقى الصور اختفوا. باش تشوف هاد الصور كتوجه لباغاميتر او اعدادات. باش نسهل عليك اكثر في خانه البحث كتكتب كوفخ فوغ غادي يعطيك المكان فين كتواجد. غادي يطلب منك الكود اللي دخلتي في الاول ويمكن لك تشوف الصور اللي خفيتي بوحدك. بالنسبه للطريقه في سامسونج فهي جد سهله ومعروفه. كل ما عليك هو توجه للغاليري او معرض الصور وكتختار الصور او الالبوم اللي بغيتي تخفي. من بعد كتضغط على ثلاث نقاط اللي في الاسفل. من بعد ديبلاسي فيغ دوسي سيكي اخر خاصيه كتضغط عليها. كما كتشوف معايا غادي تلقى الصور اختفوا. الا بغيتي تشوفهم بوحدك كل ما عليك هو توجه لخانه البحث وكتكتب دوسي سيكوريتي غادي يعطيك المكان فين كتواجد ويمكن لك تشوفهم بوحدك.